السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا أصدقائي اليوم؟ أنا في المدينة القديمة في منطقة الجبيلة. طبعا اليوم راح أصور، راح أفاجئكم عن الحارة العريقة جدا والأثرية. طبعا تعد الجبيلة من أقدم وأعرق الحارات الحربية واللي دائما بتواجد فيها البيوت العربية. خلينا نشوف، راح أترك الكاميرا إن شاء الله نبلش تصوير. طبعا يا أصدقائي، أكيد كل الناس القدامى أو الناس الكبارية مثل ما نحن بنقول في عادات حلب بنعرف أو بيعرفوا منطقة الجبيلة. يعني كانت حدود البلد لهون تقريبا سابقا، وبعدها شوي شوي توسعت حلب.
الله يعطيكم العافية أصدقائي. لليوم اليوم انتهينا، اليوم صورت قسم من منطقة الجبيلة، وإن شاء الله المرة الجاي راح أكمل ونصور الباقي إن شاء الله. الله كريم، الله يعطيكم العافية. لا تنسوا تدعمونا بالاشتراك واللايكات، وإذا في عندكم أي ملاحظات يا ريت تكتبوها، وإن شاء الله شوي شوي راح نبلش السفر إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. السلام عليكم.